يتعرض العديد من الأطفال إلى حوادث منزلية كالحروق والكسور والاختناق أو التسمم، فقد يكون بعضها خطيرا إذا لم يتدارك الأهالي بإجراء إسعافات أولية لحين وصول المريض إلى المستشفى. فما هي أفضل طرق الوقاية من تلك الحوادث المنزلية مهيرة؟ وأيضا ما هي أهم المستلزمات التي يجب أن تكون موجودة في كل منزل، والأهم من ذلك كيف يمكن التعامل مع كل من هذه الحوادث؟ اليوم بشكل سريع رح نستعرض أبرز تلك الحوادث المنزلية اللي ممكن تصير في البيت وكيف ممكن الأهل يتصرفوا. ينضم إلينا في الاستوديو السيد فائز محمد شكرجي، منسق توعية مجتمع في الهلال الأحمر، ومشكورا كمان أحضر ابنه محمد فائز. هنستعرض عليه بعيد الشر بعيد الشر بعيد الشر عنه بعض هذه الإسعافات الأولية. صباح الخير يا محمد. بشكل سريع احنا رح نركز على أربع أشياء اللي هي الكسور، الاختناق، التسمم، وأيضا الجروح. رح نبدأ بالجروح. حمودي حمودي تعالى، وحمودي روح عن بابا لو سمحت. أيوه شوي شوي. بس حاب ننوح في البداية بالنسبة للإسعافات الأولية، هي يعني مو شيء صعب حتى تستصعب الأم ولا الأهل. هي عبارة عن خطوات، يعني احنا نعمل الخطوات هذه لتقليل او ايقاف المضاعفات. هو ليس للعلاج، ليس مجرد احنا حتى لما يوصل الطبيب او ننقله للمستشفى المضاعفات هي ممكن هاي يزيد من خطورة الحالة، فاحنا نخفف خطورة الحالة بتقليل المضاعفات. في عندنا مثلا نوبات لا سمح الله بتصير جروح. الجروح طبعا هي نوعين، يا اما تكون جروح بسيطة او جروح العميقة. احنا راح نركز على الجروح العميقة اللي ممكن تضرب الأوردة والشرايين، فراح يكون كمية النزيف تكون كبيرة، فاحنا يجب ان نتدارك الموضوع بسرعة بإيقاف النزيف. طبعا إيقاف النزيف يتطلب أولا أنه إحنا نضغط على مكان الجرح بالضبط. يعني الجرح هيكون في هالمنطقة لا سمح الله، في هذه المنطقة، فإحنا نضغط بعازل، يعني ما نحط إيدينا مباشرة، بعازل على منطقة الجرح بالضبط. بعد لمدة كم؟ احنا اول ما نكبسها نلاحظ منطقه القلب. القلب دائما يكون في هالمنطقه هذه، فاحنا نحاول نرفع الايد فوق مستوى القلب حتى نقلل من عمليه تدفق الدم. بعدها نحاول نلف الجرح، يعني وما نلتزم انه احنا لازم عندنا شاش، لازم عندنا باي شيء، اي شيء، الشيله، القميص، اي شيء قاعد موجود، وابدي راح احاول اربطها بشكل جيد، واحاول اتكلم مع الطفل لان الطفل راح يخاف. بابا لا تخاف حمودي، فما خايف بطل، ماك شيء بطل. طبعا هذه اللفه ايش راح تسوي لي؟ راح توقف لي النزيف، ما راح تعالج لي الجرح، الجرح هيبقى مفتوح. لكن شو راح يصير؟ راح يوقف لي النزيف حتى كميه الدم عند الطفل ما تقل. يعني لو قلت نسبه الدم في الطفل في جسمه احتمال يؤدينا الى هبوط، والهبوط يؤدي الى صدمه. هل تعطي مثلا سكر، محلول سكر؟ لا ما يحتاج، هو هذا فقط ايقافه. لكن لا سمح الله لو صارت عنده دوخه او صارت عنده صدمه، العمليه اللي نسويها نحاول ننيمه، يعني ننيم الطفل. بابا نعم انيمه، واحاول اخلي ايده ايضا مرفوعه. والرجل؟ الرجل تكون يعني هو هالنومه هذه، ويفضل تكون مرفوعه. حتى لو اذا صعد صدمه، اذا ما في صدمه عادي يبقى على على هالوضعيه هذه وتكون مرفوعه هذه. ممتاز. طيب هذه مساله الجروح. طيب الحروق، خصوصا في مساله سيد فايز مهمه جدا، خصوصا الامهات، يعني لما تشوف ولدها مثلا احترق ولا كذا تلقاها الخوف ممكن يربك المساله اكثر. طبعا احنا دائما نركز على موضوع الدعم النفسي، يعني حتى للامهات او العوائل انه دائما يكون عندهم قدر كافي من الدعم النفسي لهم ولغيرهم عشان يعرفوا يتصرفوا. طبعا الحروق هي راح تكون عندنا ثلاث انواع، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، وفي عندنا نوعين من الحروق، حروق كيميائيه وحروق حراريه. في حاله الحروق الكيميائيه لا سمح الله اي ماده كيميائيه تسقط على الجسم، اول شيء هو نعمله انه نخلع ملابس الطفل، ما نخليه ملابس عاليه، لان الملابس راح تتحمل يكون فيها كميه من الماده الكيميائيه وتتفاعل مع الجسم. ويفضل بالمقص طبعا على طول باي طريقه، المهم اخلع الملابس. بعد ما اخلع الملابس اكب عليه كميه كبيره من الماء. الماء هذا شو يسوي؟ راح يغسل لي الماده الكيميائيه، يقلل لي من درجه التركيز. في معلومه تقول لك ان الماء لا ما ينحط على الحروق لانه بيزيد بيضاعف. لا لا لا. الكيميائيه لازم تغسلها في الحروق غير الحراري، الزجاج الحراري. هذا دخلك على الحروق. في حاله انه في ماده كيميائيه سائله، ماده كيميائيه سائله احط عليها المي حتى اولا اخفف تركيزها وايضا ابعدها، ونفس الوقت المي البارد راح يبرد لي الجسم. اما بالنسبه للحروق الحراريه، في الحروق الحراريه ثلاث درجات، الاولى والثانيه والثالثه. الدرجه الاولى لا ممكن احط، يعني لو طفل لا سمح الله، تعال بابا جيب ايدك، تعرض للسعة جدا، لسعة بسيطة، لسعة بسيطة، مجرد أن أحطها في كوب ماء يكون بارد، بس مو بارد شديد، كافي.
يقلل هو شو راح يساعد؟ راح يساعد بس الم فقط الم. الدرجه الثانيه هنا راح ندخل في مسائل شنو التشوه راح تطلع الفقاعه. بس هي سوري كيف الاهل ممكن يعرفوا والله هذه درجه حراره الماء والمنظر راح يبني عليه اللي يظهر عليه. طبعا اذا درجه الحراره حتكون اعلى من 100 طبعا هذه فوق الدرجه الثانيه 100%. أوكي. يعني لو كان المي مغلي هذه درجة ثانية. فما يصير مثل ما قال الأستاذ أكب المي مباشرة على الطفل، لو كبيته على الطفل رأسه مباشرة ممكن أسلخ الجلد. فأستخدم طريقة، شو هي الطريقة؟ أنه أجيب لك قطعة قماش أو فوطة وكبها في المي، أحاول أبردها، بعدين شو أجيبها؟ أحطها على جسم الطفل. هاي حروق الدرجة الثانية. أوكي. فبعد ما درجة الحرارة مرفوعة تروح درجتها ترتفع أبدلها بوحدة ثانية، أحط عندي قدح ماي وأبدي أبدل به لحين ما، ويجب تحويله إلى المستشفى في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى مو مشكلة. أوكي. الدرجة الثالثة يعني هي أعتقد يعني أنه نادر أن تقع عند الأطفال، يعني هي دائما تكون في حروق الكبيرة. نعم. لون الدرجة الثانية عفوا خليني برجعك الورا عشان تكون واضحة. الدرجة الثانية راح لون يكون احمرار زايد مع فقاعات، مع ظهور الفقاعات. وهذه الفقاعات ممنوع احنا نفقعها. طبعا. نخليها موجودة يعني. ممكن يصابوا بها من بخار، مش بالضرورة من ماء، ولا هو ولا البخار المصدر الحراري يكون بخار ماء، ماء سائل، زيت حار، حتى لو قطعة معدنية، حتى محرك السيارة ممكن أيضا يحرقنا. يعني طفل يحط إيده على. طيب الحالة الثالثة. نجي الحين الى بالنسبه للحاله الثالثه، الحاله الثالثه هو احتراق الجلد. ايوه. فلما يحترق الجلد معناته انه الجسم يتعرض الى البكتيريا، الى اي مواد مثلا خطره، فاحنا نفضل شيء يكون بهالحاله هذه انه نغطي الجسم. نغطي الجسم، لكن تغطيه الجسم ما تكون بشكل ربط. بشكل تغطية. حتى لو كان على شرشف ولا شيء نحاول نعزله عن الجو الخارجي. ممتاز. تقليل من عمليه وصول البكتيريا او وصول الشغلات الضاره. سيد فائز خلينا ننتقل لموضوع عن الكسور والاختناق وعن حوالي الاختناق بالبدايه. الاختناق بالنسبه للاختناق الاطفال يكونون رضع. طبعا هاي دائما يصير عندنا رضع انه يختنق الطفل. طبعا انه علامات الاختناق انه اولا الطفل ما يبكي. خلوا بالكم دائما الطفل لما يبكي ما نخاف عليه. الطفل يبكي في عنده مشكله بوديه للدكتور، لكن عندما يتوقف عن البكاء هنا الخطوره. فخلي يعني خلي بالنا الطفل ما يبكي اذا في مشكله، اذا في بلع على حاجه ولا شيء وقفت في المجال الهوائي. انقطعت انقطع التنفس، طبعا وجهه راح يكون ازرق وما يتنفس، فانا على طول احاول استخدم الجاذبيه الارضيه بان احط راسه تحت. احط راسه تحت ويكون جسمي اللي فوق. بعدين ايدي الثانيه تكون على بطنه. وايدي الاخرى راح اضرب بها، لكن ما اضرب بشكل عمودي، احاول اضرب بشكل مسطح. وهي الضربه المسطحه ما تخوف، يعني ما ما بها ضرر. وايضا تقوم بهزه الجسم، يعني يقوم باهتزاز. كل شيء يتعرض للاهتزاز يتحرك. ففي اهتزاز، في ضرب، وفي ايضا رد فعل من على البطن، البطن فيها هواء، تدفع الحاجه تطلعها، الجاذبيه تساعدها تطلع بهالموضوع. ممتاز. اهم شيء ما يدخلوا، في اهالي يخافوا يدخلوا. لا 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 لا، هو هاي العمليه اللي احنا نخاف ندخل، يجوز ندخل في متاهات اخرى. هذه العمليه مجربه يعني ان شاء الله تكون سهله وعمليه بسيطه وما فيها خوف. ممتاز. اكبر من هالموضوع احاول انه اجي الى الطفل. احنا الوقت داهمنا جدا. بس رح لكن لنا لازم ضروري يكون لنا وقفات ثانيه. حمودي شكرا لوجودك معنا. حمودي شكرا، يعطيك العافيه. ما في، ما راح المدرسه اليوم؟ لا اليوم 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 تطوع. اليوم متطوع عندنا هنا. لا لا خلاص، مدرسه حمودي بشافوه على الهواء اليوم وعادرينه. على العموم شكرا جزيلا لك فايز محمد شكرجي، منسق توعيه مجتمع في الهلال الاحمر، وايضا محمد فايز الطفل المتطوع الرائع.